الحور عايز ايه؟ الهموم والاوجاع او الحاجات اللي عنده خلاص تكاثرت عليه، بقت فوق طاقة احتماله. عايز مساعدة شريكه، عايز شريكه ياخد بايده ويشيل من عليه شوية، ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الثور وما همومه ومشاكله او متاعبه بقت اقوى منه خلاص، بس هو واضح انها حاجه تخص العلاقه. نفسه في مرحله جديده بقى، عايز مرحله جديده خلاص، تعب، عايز تبتدي من الاول. شايف شريكه ازاي؟ شايفه زعلان، ممكن يكون زعلان عليه او زعلان هو في المجمل، بس في قلب مجروح، في جرح، في الم، في عاصفه، في عاصفه. الشريك الثور داخل في عاصفه في الحاله العاطفيه بتاعته. الطاقه مش حلوه يا ثور، الطاقه فيها هنا خوف وقلق، توتر. انتوا النوم عندكم بايظ، انتوا ما بتناموش، بتصحوا في وسط الليل، بتصحوا تفكروا، تعبانين نفسيا، تعبانين من كتر التفكير جامد. شريكك بقى عايز ايه يا ثور؟ عايز توازن، عايز الموضوع يتوازن. يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك يبتدي يصلح، لو انت جاي عليك يبتدي يصلح، الموضوع يبقى فيه توازن. تمبرنس ده حاجه بتشير للتوازن، زي ما انتم شايفين الصوره بيدلق ميه من كوبايه لكوبايه في منتهى التوازن، يعني كل واحد واخد حقه ومش جاي على التاني. نفسه يحس بفرحه، نفسه يحس بامان، نفسه يحس ان هو نجح، ان العلاقه بتاعتكم ناجحه. هو عايز ده، هو عايز ينجح العلاقه. يعني هو مش سائل، لا، شريكك عايز يصلح. فيه قراءات بتشوفوها بيبقى الشريك من الناحيه التانيه مش معاك اصلا، يعني انت عايش في قصه وهو قصه تانيه اصلا. هو عايز يعمل فلوس، هو عايز يسافر، هو عايز يعمل معرفش ايه. لا لا لا، شريكك مركز معاك وعايز يصلح، عايز يساعدك. شايفك ازاي؟ دهان معنى، مضحي، مضحي جامد جامد، وصابر، صابر عليه او صابر على شيء فيه صبر جامد. يعني بمعنى ان هو شايفه، معناه ان هو مقدره، يعني انا شايفه ان هو حاسس بيك. في خبر حلو جاي لكم يا ثور، ان شاء الله في خبر حلو، خبر هيصحصح الدنيا شويه. شايف عمليه صلح، في حد بيقرب من التاني وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش، حقك عليا، فك خلاص وكده، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن هيحصل عتاب شديد، هتتعاتبه جامد جامد جامد. بس يا ريت الموضوع ما ياخدش صوره الخناقه دي، يعني يكون عتاب، تعاتبه كل حاجه، بس يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجه ولازم تطلع، وانا مع ان هي تطلع، لان اول لما هتخرجوا اللي جواكوا هترتاحوا وهتبتدوا تصفوا لبعض تاني. وما شاء الله هنا في بقى مغامرة، الشمس طلعت اهي، الحمد لله الحمد لله. شايفة مغامرة، شايفة انه خلاص هتبتدوا تخفوا بقى، شايفين خفيف ازاي. وممكن ممكن تسافروا، تغيروا جو بحيث تغيروا المود ده. ممكن يكون ده سفر على فكرة، ان شاء الله حاجة يعني صد رد في نفس اليوم. مجرد التغيير، لا، في متعة هنا، في متعة، وحاسين بفرحة وحاسين بأمان، وحاجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. هلخص القراية بسرعة. الثور همومه كتير، مشاكله كترت قوي عليه، محتاج مساعدة، نفسه في مرحلة جديدة، شايف شريكه حزين وزعلان، الطاقة وحشة جدا، الطاقة فيها توتر وانعدام نوم، ما فيهاش توازن خالص. شريكك عايز يعمل التوازن ده، وعايز الشمس تطلع وتبتدي العلاقة تصح وتنجح. وشايفك قد ايه انت صابر ومضحي، شايفة انه هيتسمعوا خبر حلو، في حاجة هتقرب المسافات، يعني الخبر ده هيفرحكم. عارفين لما تبقوا انتوا زعلانين بس يجيلكوا حاجة من بره تفرحكم كده، فتبتدوا تتفائلوا شوية والدنيا عندكم تهدى شوية. افتكر ده اللي هيحصل، وهيبتدي يعتذر، وهيبتدي يعني يقر بغلطه ويعتذر. انت هتعاتبه جامد جامد جامد، بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها تبقى كويسه جدا. ده فول خلاص بقى، شويه بقى ايه، مرح، شويه انبساط. اختاري انت يا لولو، اختاري انت حبيبتي. طيب حبيبتي، بشكرك جدا يا مي، ميرسي يا روح قلبي. القوس موجود في الصفحة يا منيرة،
هلا عبد القادر، اهلا اهلا بيك، منورنا. بشكرك يا محمد جدا، كلامك صح. بشكرك يا شيماء قوي. يا رب، انا لسه كنت بتكلم على الموضوع مع وببص لقيت قرايتك لبوردي، وانت عندك حق، طمنتيني. كويس قوي يا يوتي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ميرسي يا امي قوي قوي قوي. طيب، اوبس بوبس. طيب دلوقتي الادمنز بيختاروا مين اللي هيبقى ليه قرايه خاصه مجانيه. مش عايزه حد يزعل لان احنا بنختار شخص واحد. طيب حبيبتي يا ساره، ده انت اللي قمر وانت عسل يا لمر. طيب تعالوا ناخد بقى المجموعه الثانيه، برج الثور. المجموعة دي بتبتدي من 1 لحد 10 مايو، من 1 لـ10 مايو بإذن الله يا ريم يا رب. أوكي يا مالك، حاضر، كله صح، الحمد لله يا أمي. بقيت بخاف منك خوف، الكارت ده بقيت بخاف منه جدا. Page of Pentacles بيقول لنا ايه؟ العقرب، سوري، الثور حاسس ان هو معتمد على نفسه شوية ماديا، ابتدى يعتمد على نفسه او عايز يعتمد على نفسه. Page of Pentacles كمان بيوصفك يا ثور انك شخص عندك كبرياء وعندك عزة نفس، ما تحبش حد يجي عليك ابدا ولا يهين كرامتك. كرامتك شيء يعني مقدس بالنسبة لك. شايفة قدامي علاقة ثلاثية اهي، متلازم معاها الشيطان. بصوا كم بعضهم، علاقة ثلاثية جنبها الشيطان. تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده؟ خلينا نفرض فرضيتين. اول فرضيه انه ده احتفال، اوكي، الثور بيحتفل بشيء، لان الكافي ده ليه معنيين زي ما انتم عارفين. ده ممكن يكون علاقه ثلاثيه بمعنى فيه خيانه من طرف، او ممكن يكون احتفال بحاجه معينه. فلو هو احتفال فده حسد، يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا ثور، لو حد عنده احتفال فعلا ومجمع ناس حواليه وبيحتفل معاهم يحصن نفسه، لان الناس يعني ما بقتش بتشوف الموضوع بتتمنى لنفسها وبس، لا بتتمنى انها تزول منك، يعني هو كده. فخلي بالك بس من الحسد ده، بس شكلها حاجه مش هتاثر عليك يعني ان شاء الله، بس في حسد. لو هي علاقه ثلاثيه، اوكي، ف واضح ان في حد من الليله دي اللي هم يعني سواء الاولى او الثانيه او ايا كان اللي فيهم عامله سحر، عامله سحر للشريك. اوكي، في عندنا نجاح. الناس اللي بتسال اخبار العمل والدراسه اخبارها ايه، ذا وورلد، ده اكتمال دائره نجاح ان شاء الله من كل الجوانب، والناس بتهنيك وبتقول لك برافو عليك، جود جوب، ويل دان، ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. ايس اوف وانس، زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حفظت الكروت. ايد دي اللي نازله من السما وفي السحاب حواليها دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد، يعني ربنا بيمد ايده ليك، بيدي لك طاقه، طاقه جديده عشان تنشطك، عشان تقومك، عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها ان شاء الله. يعني انا بحس ان دي بيقولك ربنا معاك، ربنا موجود معاك في ظهرك. Queen of Wands، Two Wands، Ace of Wands و Queen of Wands اهي. ليدر، الثور قائد وهو بطبعه في القيادة دي. لو هو بيعمل اي حاجة فيها، فن، كتابة، مزيكا،
رسم، اي حاجه من نوع الفنون دي، فهو الابداع عنده عالي قوي الفتره دي. وكمان في هنا طاقه القمر، طاقه الهدوء وطاقه التعبد وطاقه تامل، هادي هادي، عنده سلام داخلي كويس قوي. انجوي يا ثور، يعني استمتع بكل لحظه من السلام الداخلي ده. بس عايزاك تنتبه برضو من حاجه، ان في حد متربص لك، في عقرب عارفه كويس جدا، قريب منك جدا، عارف كل تحركاتك، ومستني مستني حاجه، مستني يشمت، مستني يأذي، مستني حاجه. just be careful. شايفه هنا تطور مادي الحمد لله، ده ما كانش في المجموعه الاولى، بس في تطور مادي لحاله امان من الحاله الماديه ان شاء الله. في عمليه تحول هتحصل، افتكر دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لك يا تور. بعد النجاح ده في عمليه تحول هتحصل، في شقلبه هتحصل، مسار، في مسار بيتغير ملحوظ، يعني انت هتاخد بالك ان الدنيا بتحود بيك. لا، الدنيا بتحود بيك دي الحظ، لا، الدنيا بتتغير تاخد شكل تاني. سترينث التور، واجه، انت محتاج، وتقريبا دي الطاقه اللي انت كنت محتاجها لربنا بعتها لك، محتاج تواجه شويه، يعني اللي جواك طلعه، قوله بدون ما تأذي مشاعر حد، بدون ما تغلط في حد، طلع اللي جواك. وبيديني كمان إيحاء تاني الكارت ده، إن الثور مسيطر على حد، صعب السيطرة عليه، مسيطر عليه جدا، بس مسيطر عليه بعقله، يعني محجمه ومروده، مروده، شخص قوي، وهو مروده الثور بس بذكائه. حلو جدا جدا. تعال نلخص، بنقولك يا مجاهد، الثور اما بيعتمد على نفسه ماديا، او لو ما كانش ده فهو عنده عزه نفس وعنده كرامه وعنده، يعني ما بيقبلش الاهانه، اما في علاقه ثلاثيه في طرف منها عامل سحر، اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. في نجاح ان شاء الله، في طاقه جديده ربنا بيمدك بيها ان شاء الله، في هنا ابداع، لو الناس اللي بتستعمل اي حاجه فيها فنون في ابداع ان شاء الله، وفي قياده في الموضوع، عارف انت عايز تعمل ايه وبتعمله. في طاقة تأمل، طاقة تعبد، في سلام داخلي جواك استمتع بيه، في تطور مادي إن شاء الله، في عملية تغير أو تحول هتحصل في حياتك يا تور. يمكن تكون حاجة تخص العمل، بس هي حاجة كويسة جدا إن شاء الله. في هنا إما إنه أنت محتاج تواجه أكتر يا تور، أو إنه أنت مروض حد قوي جدا وصعب ترويده، بس أنت مروضه بعقلك. كويس قوي 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 قوي، وافتكر انت عارف تروده بسبب السلام الداخلي اللي جواك ده، مخلي تركيزك عالي، يعني عارف بتعمل ايه وبتعمله امتى، بحيث انك تعرف تسيطر على الشخص ده. well done well done.